انا عايز اسال حضرتك على تفصيله برضو كانت ملفته للنظر بدا الكثير من الناس في الفتره الاخيره واتكررت في اكثر من مباراه، وكانت الناس الاول مش فاهمه ده بيحصل بناء على ايه، ولكن ابتدت الصوره تتضح لاحقا. فكره ان الاهلي في اغلب الاحيان في الفتره الاخيره بيسيب الاستحواذ الى حد كبير للفريق المنافس بغض النظر عن مين هو الفريق المنافس، وبغض النظر حتى عن حجم اللياقه البدنيه اللي هم بيتميزوا بيها من عدمها، وبيحصل ان بنهايه الشوط الاول مع بدايات الشوط الثاني بتحس ان الفريق ده استنزف بالفعل، وبيبتدي هنا بقى ايه المارد الاحمر يتالق لارضيه الملعب. التكنيك ده الاسلوب ده يخوف ولا بالعكس ده وراه فكر عميق بيؤتي ثماره لاحقا؟ يعني انا هقول لك حاجه كريم، لو احنا بنشوف مثلا اخر مباراتين في البطوله الافريقيه لحقيقه الترجي، من ذكرت المباراه الاولى او المباراه الثانيه اللي اتلعبت في القاهره، اعتقد ان احنا معانا مدير فني على فكره على مستوى عالي جدا جدا جدا، موسيماني الحقيقه، وكل مباراه ليها القرايه بتاعتها وبيحط لها التكتيك ويحط لها التشكيله ويحط لها خطه اللعب. يعني احنا في المباراه الاولى في الترجي في تونس، الترجي الحقيقه بعد بالظبط 40 دقيقه من الشوط الاولاني هم ابتدوا ينزلوا بدنيا، زائد الشوط الثاني كله نزلوا بدنيا بشكل كبير جدا. احنا هنا المباراه الثانيه تخيل ان الراجل الطبيعي ان انت مثلا كاي حد مدير فني يجي يقول لك لا ده انا هلعب ضاغط وخلص المباراه في الشوط الاولاني واحسمها وكده، لا هو حسبها على حسب تقييمه هو في على البدن اللي كان موجود او اللي نادي الترجي افتقده في الشوط الثاني. فهو كمان ادالهم اللي انت بتتكلم عليه، ادالهم الاستحواذ في الشوط الاولاني حوالي 35 دقيقه، وهو كان عامل حسابه ان هو الشوط الثاني النادي الترجي هيقع بدنيا وهو هيبتدي يعمل الضغط اللي هو عمله الحقيقه في الشوط الثاني. بس هو مش دايما الاحسن ان انت تحسم الامور على قد ما تقدر من اولها، على فكرة لان انت برضه بتحطم الحاله المعنويه للفريق المنافس زي ما بتستنزفه بدنيا، انت برضه بتحطمه نفسيا وبتبعد الفوز عنه. على فكره ده اتوجد في مباريات قليله جدا بالذات في مباراتين الترجي، لكن هو الحقيقه مباريات كتيره جدا لما يكون التشكيله بتاعته كامله. احنا قعدنا فتره كبيره جدا بنلعب بدون علي معلول. علي معلول طبعا. اعتقد يعني عنصر مهم جدا جدا في النواحي الهجوميه وفي حته الاستحواذ وحته الجبهه الشمال واحيانا الدفاعيه كمان. طبعا علي معلول لما يعني افتقدناه شويه وكان في اصابات كمان فترات، فهي يمكن هي دي بس اللي كان بيسيب نسبه الاستحواذ، لكن هو في كل مباراته بيلعب ضاغط وهو كمان بيستحوذ وبيعمل بناء الهجمه من تحت. طبعا بدر بنون بايمن اشرف بياسر ابراهيم في مجموعه عنده، طبعا بعلي الحقيقه بهاني قبل ما يتصاب، اكرم حقيقه اللي انا بعتبره من افضل لعيبه النادي الاهلي في خلال الاربع مباريات الاخيره الحقيقه، بما فيهم كمان مباراه الحقيقه افريقيا. اعتقد ان في حاله بدنيه وفنيه عاليه جدا صحيح. جدا جدا المركز ده كان حقيقه عندنا قلق فيه، لان محمد هاني لما كان بيتصاب ما كانش البديل الحقيقه ما كانش على مستوى، يعني يمكن لما نيجي نتكلم في مباراه الحقيقه لعب فيها بيكهام، لا يعني ما قدرش ان هو يعمل الباك اليمين بالشكل اللي هو لعب النادي الاهلي. لا اكرم لا ده بقى قوة هجومية، يعني انا في رأيي كمان ان اكرم كمان لو في منتخب مصر قريب هتلاقيه هو من ضمن اللعيبه اللي موجودة في منتخب مصر رقم واحد في الباك رايت، رغم ان هو لسه متسكن فيه من حوالي 4-5 مباريات. فاحنا زي ما بقول لك احنا بنسيب فترات او الراجل بيسيب فترات حته الاستحواذ يمكن بس بسيطه جدا، وزي ما قلت لك حتى هو فكره وفكر في مباراه الترجي بالشكل ده ان هم بدنيا هيقع الشوط الثاني ويبقى انا ادوس في الشوط الثاني. على فكره حتى لو يعني شوف بقى كمان هقول لك حاجه، حتى لو دخل فيه جول هو عامل حسابه ان هو النواحي البدنيه بتاعت النادي الاهلي هتعمل تفوق كبير جدا وهيقدر يخلص المباراه.